السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فألف مليار مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وحي والله وحشتوني جدا، بتوحشوني من الاثنين للاثنين، وبتمنى كل يوم يبقى يوم الاثنين. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخواني وحبايبي، عشان الوقت بيجري بسرعة، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري، الحاجة سعاد عفر، دكتور سامر يوسف، مهندس إيهاب يوسف، الأستاذ ربيع صقر، الأستاذ هاني صلاح، الأستاذ ياسر الهواري، الحاجة خيرات والدة الأستاذ عصام حجازي، والأخت رشا علي، الأستاذ أحمد علي فتح الباب، صباح إسماعيل، زوجة الأستاذ شريف لطفي، حاجة أمينة علي رزق، والدة أخويا وحبيبي الأستاذ محمد المدني، والأستاذ علي بكري علي، ورضوان محمد زكريا، وام سليمان محمد، وام وائل من غزه، والد الدكتور هيثم، وام محمد من الاردن، وجميع مرضى السرطان يا رب العالمين، وابو محمد واولاد يسرى الشريف، وام داليا، وام مصعب، وام محمد من تبوك، والحاج عواطف، والحاج مجدي، والاخت خديجه، والاخ جمال احمد، وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 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 يشفيهم. بندعو الموتى المسلمين، بندعو الأمي والحاج محمد والي، والأستاذ صلاح سميكة، والسيدة متولي شاهين، والأخت فردوس، محمد سرحان، وهناء عبد الواحد بكر، والحاجة فتحية، والحاجة ربيحة أبو رجب، والحاج غياث. يعني بندعو لهم جميعا، ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. والحقيقة يا جماعة، يعني بقول للمرة المليون، أنا أي واحد بيبعت والله رسالة عن طريق الاس ام اس، أو عن طريق اللي بيبعت رسالة على الموبايل، والله بدعي له بالاسم. يعني مش لازم إن أي حد يبعت لي رسالة على الموبايل إن أنا أبعت له أقول له إن أنا دعيت لك، أو إن أنا أرد عليه برسالة، لأن مفيش وقت أرد يوميا على الأقل على حوالي 2000 رسالة، فمش هينفع. فأنا أي رسالة بيجيني والله ما بين مذاكراتي وأنا قاعد بمسك الموبايل وبشوف الرسائل اللي جت، وبدعو لهم بالاسم، ثم بشطب الرسائل ديت واستنى رسائل تانية تيجي وبدعي لهم اسم كلهم. يعني انا لا افرط في اي رساله، انتوا حبايبي، ربنا يبارك فيكم، واهلي وناسي، ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما يا رب العالمين. طبعا لا تنسوا الدعاء لاخواننا في المسجد الاقصى واخواننا في فلسطين، وارجو تفعيل حمله خير ايام الدنيا. يعني احنا بنقول اللي هي حمله في 9 ايام فقط يا جماعه، دي خير ايام الدنيا كما اخبر النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نفعل الحمله ديت، ومحتاجين ان احنا نتواصل فيما بيننا وبين بعض. وقلنا ان احنا عايزين نختم ختمه القران في التسعة ايام ديت او في العشر ايام ديت، وعايزين بقدر الامكان ان احنا نحاول ان احنا نتواصل، يعني نوصي بعض بالصيام وقيام ولو ركعتين، قراءه يومين 3 اجزاء قران، حتى جزء قران ان ما قدرتش، ذكر المولى عز وجل. وكان يؤثر عن عبد الله بن عمر وابي هريره كما عند البخاري، ان هم كانوا يخرجان الى السوق فيهللان ويكبران، فيكبر اهل السوق بتكبيرهما. فمحتاجين احنا نكثر من ذكر المولى عز وجل، نهلل ونسبح ونحمد المولى عز وجل، ويعني على قد ما نقدر. ووصية خاصة يا جماعة ليوم وقفة عرفة، يعني أبوس إيديكم يا مسلمين، ربنا يبارك فيكم، على قد ما نقدر في يوم عرفة ده، طبعا صيام طبعا ده ربنا بيغفر بيه ذنب سنتين، ذنب سنة فاتت وسنة جاية. حاجة تانية، ودي مسألة مهمة جدا، ان احنا مش عايزين ننسى نفسنا من اعمال الخير. جمعوا الاسرة يا جماعة، خدوا اجازة حتى في اليوم دوت، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. جمع اسرتك وجمع اهلك وناسك، اقعدوا اقروا القرآن، اذكروا ربنا، استغفروا، هللوا، كبروا، ادعوا لاخواننا المسلمين في كل مكان، يعني على قد ما تقدروا بالله عليك، ادعوا ربنا يصرف عنا وباء الانفلونزا الخنازير وكل الاوبئة اللي موجودة النهاردة. ادعوا ان ربنا يألف بين قلوب المسلمين، ما بقاش في خلاف بين دولة وبين دولة، او بين واحد والتاني، او بين مسلم وبين اخوه، علشان ماتش ولا علشان غيره. ربنا يا رب يؤلف بين قلوب المسلمين، مش عايزين نشمت بينا الاعادي يا مسلمين، يعني ربنا يبارك فيكم. لازم تفهموا ان القضيه ان اليهود مش هيسيبوكم الا لما يفرقوا ما بينكم، والا لما يفسدوا بين المسلمين. ربنا يا رب يجمع كلمه المسلمين ويوحد كلمه المسلمين على الايمان والتوحيد والتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مش كوره اللي هتفرقنا، ومش ماتش اللي هيفرقنا، ومش دنيا اللي هتفرقنا. الدنيا كلها لو كانت في لقمة ووضعتها أنت في فم أخيك ما كانت كافية، ولا تكون أخا حتى تقول لأخيك يا أنا. فربنا يبارك فيك رب العالمين، كل مسلم على وجه الأرض على رأسنا من فوق، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين.
الحاجه اللي عايز اقولها الثانيه من باب الوفاء، يعني ما لم يشكر الناس لم يشكر الله. احب اشكر اخواني هنا في القناه اللي موجودين معايا في الاستوديو الان واللي بيبذلوا جهد والله، يعني ربنا يبارك فيهم. اخويا وحبيبي مخرجنا الجميل الاستاذ حمدي السيد، والطقم بقى الكاست اللي معانا استاذ محمد شيحه، وهقول بقى من غير استاذ بقى دول اخواني وحبايبي يعني، وعادل محمود وسليمان محمد وعمرو جمال في الترجمه، ومحمد ابو الخير ومصطفى الزعير ومحمد جمال وتامر حميده ومحمد المشد ومحمد الفولي واحمد نصر واسلام الجمل وسيد فؤاد وايمن ربيع وعادل عبد العال واحمد سلام ومحمد عبد العاطي. كده خلصنا على الفريق كله، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. الحاجه الثانيه الجميله يعني هو حملة خير أيام الدنيا، احنا بنقول بس بنحاول نتواصل كده بالخير عشان نغتنم الأيام ديت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دي خير أيام الدنيا، أفضل أيام في الدنيا كلها في السنة يعني كلها هي الأيام الأول من ذي الحجة. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طبعا كان في ناس كتير بعت رسائل، أنا مش قصدي بعت الرسائل، لكن قصدي في المقام الأول هو إن احنا فعلا يعني نتواصل فيما بيننا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن كان في واحد بعت رسائل كتير قوي قوي لدرجة ملفتة، فبشكره الأستاذ محمد علي الديب من رأس البر، ربنا يبارك فيه رب العالمين ويزيده حرصا رب العالمين. رسالة واحدة بس اللي أقرأها في عجالة سريعة، والأخت أوسط يعني واستحلفتنا نحن نقرأها. الأخت هاجر محمد بتقول: السلام عليكم، بالله عليكم توصلوا رسالة للشيخ محمود المصري، جزاك الله خيرا شيخي. أنا طالبة في الجامعة ولم أكن ملتزمة، وكنت مثل أغلب شباب أمتنا، وكان حجابي حجاب الموضة. في يوم أهدتني أخت منتقبة مطوية لدرسك أختاه وقفة مع النفس. لأن أنا قلت بوصيكم بيه دايما مش عشان حاجة، زي ما قلت لكم مسألة ما هيش مسألة تجارية، أنا بقول لك خش على النت حمل الدرس وقعد اسمعه، لا بقول لك روح اشتري ولا بقول لك اعمل حاجه. برضو المطويه يعني برضو يعني اظن بكام بريال ولا ما اعرفش بكام، وقلت دي برضو وقف الله، اللي عايز يطبعها ويوزعها ربنا يكرمكم، مش عايزين منها اي حاجه دنيويه خالص، عايزينها كده لله سبحانه وتعالى. فبتقول: فاخت اهدتني مطويه لدرسك اختاه وقفه مع النفس، واراد الله ان اقراها وابكي واستمع للدرس، والحمد لله هداني الله، وانا الان مختمره واتمنى لبس النقاب فادعي لي. وهذه قصتي تدل على اثر واهميه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اختكم هاجر محمد، ربنا يجازيك عنا كل خير اخت هاجر ويكثر من امثالك ويبارك فيك ويثبتك رب العالمين. وبنهدي برضو نفس الدرس لكل اخواتنا، ربنا يكرمكم اشتغلوا بالدرس ده ان شاء الله ان شاء الله، مش عشان حاجه يعني، انا بقول ليا حوالي اكتر من 1000 درس، لكن هو الدرس ده بحبه وقريب لنفسي جدا. اختها واقفه مع النفس، سمعوه لكل الناس دخلوه مع الاسلام وايه يشوفوا الدرس، وان شاء الله قريبا ان شاء الله يعني بعد شهر بالظبط ان شاء الله بنعمل تحديث للموقع بتاعي، لان انا الحقيقه كنت اهملته جدا. ان شاء الله الموقع هيكون موجود ان شاء الله، وفي كل دروسي وكل كتبي وكل حاجتي ان شاء الله تكون موجوده على الموقع ان شاء الله. وقريبا ان شاء الله هبلغكم بميعاد افتتاح الموقع، واكون معاكم ان شاء الله على الهواء في افتتاح هذا الموقع ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم. كما وعدت قبل ما ابدا درس الليله دي ان شاء الله، كما وعدت اخواتي اللي استجابوا لحمله مقاطعه التبرج وللبس الحجاب، ربنا يجازيهم عنا كل خير يا رب العالمين. يعني قلنا هنوعد وعدنا ان احنا نقرا بعض الاسماء في كل اول كل درس لحد ما نخلص كميه الاسماء اللي وصلتنا. من ضمن اللي استجابوا لحمله يعني مقاطعة التبرج وجددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي أمل كبير جدا إن شاء الله في كل درس عدد كبير جدا من أخواتنا المسلمات ربنا يبارك فيهم. ودايما بقول النساء، نساء المسلمين فيهم خير عظيم جدا جدا، بس محتاجين الكلمة الحانية الطيبة المباركة. ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء، ويرزق كل أخت يا رب يا رب يا رب، ارزق كل أخت بزوج صالح يهنيها وياخد بإيدها للجنة يا رب العالمين. واللي اتجوزت ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، واللي رزقها الذريه يبارك لها في اولادها، واللي مبارك لها في اولادها يبارك لها في زوجها وفي حياتها ويسعدها دنيا واخره رب العالمين. يعني بنقول بنشكر اختنا نورهان فهد وحوريه اسماعيل ومشيره اسماعيل وام بهاء وفاء صالح ووفاء صلاح وايمان رفيق والاخت زينب ولمياء محمد وام حنين او ام حنين واخت الاخت فاتن وساجة علي من حلب وامل مبارك وسالي محمود وامة الله بنت عبد الصادق وام هاشم عبد اللطيف وفاطمه سعيد علي وام نواف من السعوديه وشيماء حسن وشروق حسن وام عمر من العراق. وكان في اجمل بقى رساله الحقيقه، رساله بقى اثرت فيها جدا، رساله جميله بتقول ايه باللفظ كده يعني هقراها لكم. بتقول: انا مسيحيه مصريه اعيش بالسعوديه، واحده عايشه في السعوديه هي مسيحيه، بتقول عجبني حجاب السعوديات ومقتنعة بيه جدا جدا، لفظ الرسالة والله هو. وأنا أحب تعاليم الإسلام وأحب قناة الناس، إيه رأيكم تيجي ندعي لها؟ يا رب اشرح صدرها للإسلام، قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت ميادة، الأخت روان، أسامة
دعاء ناصف، رحاب طلعت، رانيا احمد، ام محمد، ام محمد وام شيرين، وايه رأفت، وريهام رأفت، ومروه سعيد، وزينب من السودان، ومروه جمال، والتوأم ساره، وانغام، وام رؤى، وفاطمه، وبرضه رساله جميله برضه تانيه جايه، اخت ام محمد من السعوديه، ربنا يحفظها يا رب العالمين، بتقول انا من جيران الحرم، لكل متحجبه في هذه الايام مني دعوه عند الكعبه كلما صليت، اللهم ثبت اخواتي، ربنا يبارك فيك يا ام محمد. وام عمرو، وبتول عرابي من سوريا، وام الزبير خوله طواب، وام رامي، ودعاء عبد المعطي، وندى في سته ابتدائي، ورحاب طلعت، وشيماء محمد من اسكندريه، ام عادل من سوريا، ومروه واختها اميره، وناديه محمد قطب، وام شيرين، وليلى نجح حمادي، وام اسلام، وزينب محمد، وشيرين شحاته، وهاله بنداري، وسماح ام محمد، ودكتوره شيماء من المنوفيه، واسماء محسن، ووفاء من الدقاريه، وساره ساره حسين، وام كريم من السويس، وام تسنيم، وشين نون من الفيوم، وفاطمه ابو زيد، ومنى زمقان، واسامه اسماء عفوا اسماء فاروق، وام محمد ومهاب، وام محمود، وام رقيه، وام فارس، ودعاء علي من المنصوره، وام بهاء من عدن من اليمن، وام رامي، ونادي احمد من اسيوط، ورولا من سوريا، وعبير فوزي، واسراء محمد رجب، وعائشه الربيعه من الاردن، وعبير من سوريا، وهند الحسيني، ورانيا من سوريا، وتغريد، وشروق حربي، وروان حربي من الأردن، ومريم محمد شهاب، وسهى عبد الكريم، وريم مزمل تقريبا، ومي من السودان، وأم أحمد، وأم عبد الرحمن، ورؤى، وميمونة القاضي من سوريا، ومرمر، وداد زكريا السيد أحمد، أم منعم، ومروة سالم، وأم أنس، ونوال من السعودية، وصحر إبراهيم، وثريا حبيب، وأم عبد الرحمن، وميرفت حسونة من الأردن، وسامية محمد من السعودية، وفريدة، وهبة من سوهاج، وسناء صالح الخليلي، وصحر إبراهيم، وإمام من أسيوط، وأم إسراء، وليلى من الأردن، أم أحمد من دمياط، أم أدهم من السنبلاوين. يعني دي بعض الرسائل اللي وصلتنا، يا رب يبارك فيكم ويثبتكم ويجازيكم عنا كل خير. وعايز اقول يعني دول مجموعه من النجوم الكبار اللي الحمد لله، اللي عايز اقول ان هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا منتظر الكثير والكثير من اخواتنا المباركات اللي ان شاء الله هيجددوا البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا درس الليله دي بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، رقم 19 من علامات الساعة الصغرى. وعايزين نستشعر يا جماعة، قلنا علامات الساعة الصغرى في منها حاجات كويسة وفي منها حاجات وحشة جدا جدا، لكن احنا برضو عايزين نعديها بسرعة برضو عشان نلحق بقى نخش في العلامات الكبرى وفي الحديث عن المهدي وبقى والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، ونتكلم بقى عن ذي القرنين، ونتكلم بقى عن الحاجات الجميلة ديت ان شاء الله. وسامحوني لكن كان لازم اعدي على علامات الساعة الصغرى يا جماعة، وما نستعجلش في الدار الآخرة. احنا لو قعدنا كده نتكلم في الدار الآخرة لحد ما نلقى الله، كويس جدا ان احنا نتذكر ان في اخرة، ان في موت، ان في بعث، ان في حساب. كل ده هيظبط حياتنا، كل ده هيبعد الظلم من مجتمعاتنا، كل ده هيخلينا نحس ببعض ونراعي بعض ونعز بعض. وهتشوفوا الان في حاجات من واقع حياتنا يا جماعة، النبي اخبر ان هي من علامات الساعة الصغرى، ودي حاجات سيئة جدا يعني لازم تختفي من مجتمعاتنا المسلمة. رقم 19، شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح، إن بين يدي الساعة، وذكر منها شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. خد بالك، شهادة الزور إن واحد يروح يكذب ويقول شهادة زور، وكتمان الحق إن أنت تبقى عارف الحق وبتكتمه، والاتنين أسوأ من بعض، الاتنين أسوأ من بعض. قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه إيه؟ آثم قلبه. سبحان الله، حديث البخاري الحديث المرعب اللي جسم الواحد بيقشعر لما يسمعه، إن النبي قاعد مع الصحابة بيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. شوف اللفظ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. خد بالك بقى، النبي كان بيقول الكلام ده وهو كان متكئا، كان مريح كده صلى الله عليه وسلم، فجلس. ايه معنى متكئا فجلس؟ الموضوع اللي جاي ده خطير جدا. يعني ايه النبي عايز يقول ايه؟ شفت انا بقول ايه؟ الاشراك بالله. طبعا الاشراك بالله ده من ابشع الكبائر ومن اكبر الكبائر. الشرك هو السيئه التي لا تقبل معها اي حسنه. خد بالك، يعني ده من اعظم محبطات الاعمال، الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك ده عامل زي الايه؟ الواحد لو بيعمل اي اعمال صالحه عامل زي الجراب اللي مخروم من تحت، مهما عمل من اعمال صالحه فالكل بايه؟ بيسقط، ما فيش حاجه بتستقر ابدا. واخد بالك، فسبحان الله، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ الا انبئكم باكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: الا وشهاده الزور.
ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور الصحابي اللي هو أبو بكر اللي هو روى الحديث بالإيه، فما زال النبي يكررها حتى قلنا ليته سكت. إيه ليته سكت؟ إيه هم زعلانين النبي بيتكلم؟ لا طبعا، هم مشفقين على النبي لأن النبي كان متضايق جدا وزعلان جدا، واخد بالك؟ فهم من حبهم في النبي مش عايزين النبي يكون زعلان، فقال حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. عايز أحكي لكم قصة عجيبة قوي قوي حدثت في إحدى الدول العربية. رجل كبير جدا في السن، وكان يعني كل ما يمتلك، زوجته ماتت وولاده ماتوا كل حبايبه ماتوا وما بقي إلا هو. رجل عدى سنه حوالي 75 77، كبير جدا في السن. يقدر ربنا سبحانه وتعالى حبايب قلبي ان الراجل دوت يعني ايه، يعني عايش بقى، انت عارف الناس الكبار دولت الله يكون في عونهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، عايش بقى مش مهتم بقى حته عنده الاوراق بتاعه الارض ولا مش عنده، هو عايش وخلاص والناس كلها عارفه ان دي الارض بتاعته. فكان عنده حوالي 5 فدادين ما اجرها الناس وعايش على الريع بتاعها، وما كانش في اوراق ما بينه وما بين المستاجر ولا اي حاجه، هو حتى اوراق الارض بتاعته اللي هي الملكيه بتاعت الارض نفسه ضايعه، بس كل الدنيا عارفه ان الارض ديت بتاعته. واحد من شياطين الانس وما اكثرهم في هذا الزمان عرف ان الراجل دوت ما عندوش اوراق، فراح مزور اوراق وراح جايب 2 شهداء 2 شهود من شهود الزور وراح المحكمه. وقف قدام القاضي قال له الارض دي بتاعتي، والراجل ده حاطط نفسه في الارض ووضع يد يعني وكده، واتهم الرجل في ذمته وفي ضميره وفي دينه، وراح قال للقاضي وادي الاوراق اللي تثبت ان الارض دي بتاعتي. فوقف الراجل العجوز قال له انا لا املك بينه، ما عندي اوراق، الاوراق ضاعت اي نعم، لكن لان انا راجل كبير في السن ولا استطيع ان احافظ على مثل هذه الاشياء، ودي اوراق من سنوات طويله، ارض ورثها عن والدي من 70 سنه، فانا يعني اقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، لا املك الا ان اقول هذه الكلمه. شهود الزور شهدوا شهاده الزور على الراجل الطيب المسكين الكبير في السن ده ان الارض مش بتاعته وبتاعه الشيطان اللي هو ادعى ان الارض دي بتاعته، وخدوا صق من القاضي بان الارض دي بتاعه الشيطان ده، وخرجوا مع بعض. خرج الشيطان اللي هو حصل على الارض دي ونصب على الراجل الكبير، والاثنين شهود والزور معاه خارجين معاه ومبسوطين وفرحانين، وراجل ماسك الصق في ايده، وبعدين جوه خارج كان راكن العربيه الناحيه الثانيه. وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعمي بصره وبصيرته وهو بيعدي، ما خدش باله عربيه راحت ضرباه، راح ميت وفي ايده الصق، طار الصق من ايده وفقد الرجل حياته، وشهود الزور واقفين وشايفين المنظر فخافوا ان يحصل معهم نفس اللي حصل مع هذا الرجل اللي هو ايه اللي هو اللي اخذ الارض. فرجعوا في التو واللحظه اخذوا الصق ورجعوا مره تانية للقاضي وقالوا له نقسم بالله ان الارض دي بتاعت الرجل العجوز دوت، واحنا جينا هنا وشهدنا شهاده زور، ونسال الله ان يتوب علينا. وعاد الحق الى اصحابه بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد الزور يا جماعه المسلمين، وده قول البعض الصالحين وليس حديثا، قال شاهد الزور لا يقوم من مجلسه حتى يكون قد اوجب الله عليه النار. خد بالك يعني ان شاهد الزور ده لما بيروح، وشوف المحاكم الان ربنا يعافينا ويعافيكم، والناس دي مش واخده بالها من الموضوع ده. الموضوع النبي بيقول الا انبئكم باكبر الكبائر يا مسلمين، يا مسلمين خدوا بالكم وخافوا، لان النهارده بقت في مصايب موجوده في بعض المجتمعات الاسلاميه، ان واحد يقول لك تشهد لي واشهد لك، يعني هو عايز ينصب على واحد فيقول له طيب تعالى اشهد لي في القضية بتاعتي وانا اشهد لك في القضية بتاعتي، شوف انا عايز اقول لك تقول ايه وانت شوف انا عايز اقول ايه اقوله. مصيبة كبيرة اخويا وحبيبي. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا انبئكم باكبر الكبائر، وبيقول الاشراك بالله وحقوق الوالدين، ودول مصيبتين كبار جدا، وكان متكئا فجلس، الموضوع اللي جاي كبير جدا. قال الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، يعني خدوا بالكم يا مسلمين، ده مصيبة كبيرة جدا اللي واقعين في شهادة الزور وفي قول الزور، فخدوا بالكم حبايبي ربنا يبارك فيكم. العلامه رقم 20 انتشار الامن في البلدان، دي حاجه كويسه جدا لكنها من علامات الساعه الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم اننا زي ما قلت لحضراتكم ان مش كل علامات الساعه الصغرى حاجات وحشه، في حاجات كويسه وفي حاجات مش كويسه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد حسن لا تقوم الساعه حتى يسير الراكب بين العراق ومكه لا يخاف إلا ضلال الطريق، يعني لا يخاف إلا أنه إيه يتوه ويضل الطريق فقط، يعني الدنيا أمان ما فيش أي حاجة. وده حاصل، ده حاصل فعلا، في حصل في أزمنة كثيرة، حصل في عهد الصحابة ويحصل في عهد المهدي وعيسى عليهم السلام،
حديث خباب بن الأردت، الحديث رواه البخاري، لما خباب بن الأردت كان يعني كان بيعذب عذاب شديد جدا وراح يشتكي للنبي، فقال النبي في نهاية الحديث: والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى إذن هيحصل أمان، هيحصل أمان. هو الآن ما فيش أمان، هو قبل كده كان في أمان، وبعد كده هيبقى في أمان عند ظهور المهدي عليه السلام وفي ظهور سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني شيء جميل جدا جدا أن ينتشر الأمان، ومن أعظم النعم، أعظم النعم يا جماعة نعمة الأمن والأمان، الإنسان يعيش في أمان. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. خد بالك، يبقى آمنة مطمئنة دي أول نعمة، يأتيها رزقها من كل مكان، دي النعمة التانية. يعني الرزق عمره ما كان أهم من نعمة الأمن، الأمن ده أعظم رزق أو من أعظم أنواع الرزق بفضل الله. القرية دي عملت إيه؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الإيه؟ الجوع والخوف، أو الخوف والجوع، لباس الجوع، الخوف والجوع بما كانوا. سبحان الله، يعني إذن مسألة الأمن ده نعمة كبيرة جدا، من أعظم النعم، أعظم من نعمة الرزق والأكل والشرب وكل حاجة. وإلا لو أنت النهاردة اديتني أجمل أنواع الطعام وقلت لي كل واحد بره مستنيك هيقتلك دلوقتي، أنا ماذا أنتفع بهذه النعمة؟ ولا حاجة. إنما لو قلت لي كل هنيئا مريئا شوية فول وشوية جبنة وحزبتين فجل ولا بتاع، خد بالك، وإن شاء الله أنت في أمان، هأنعم وهحس براحة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، حديث البخاري أيضا عن عدي بن حاتم الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة دي في العراق. قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. أنا ما شفتهاش لكن سمعت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة هي المرأة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. بيقول له لو طالت بك حياة يا عدي هتشوف المرأة جاية من العراق لحد مكة وتطوف بالبيت ولا خايفة من أي حد بالمرة إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ده من نعمة الأمن والأمان بفضل الله، ودي من علامة رقم 20 انتشار الأمن والأمان. اللهم ارزقنا نعمة الأمن والأمان في بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. رقم 21 أخويا حبيبي، وأنا عايز أعد العلامات دي بسرعة علشان نوصل للمقصود بقى، ونتكلم بقى في الأمور اللي فعلا تحتاج لتعليق. تطاول رعاء الشاة في البنيان، تطاول رعاء الشاة في البنيان. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي لما سأله جبريل عن وقت قيام الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا سيدنا جبريل عارف الساعة تقوم إمتى، ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الساعة هتقوم إمتى. فما يجيش النهاردة واحد يقول أنا عارف أن قيام الساعة هتكون يوم كذا، أو أن نهاية العالم هتكون في يوم كذا، فهذا ضرب من الدجل والكذب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لا يعرف معاد قيام الساعة، فهذا من الغيب الذي استأثر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ولكن سأحدثك عن أشراطها. وكان من أشراطها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها. في رواية مسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. في رواية أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: قلت يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب. الكلام ده كله كان بسبب إيه؟ حب الدنيا والتنفس. إن أنا بنيت برج، فجاري معاه فلوس، فقال لازم أبني برج أعلى من البرج بتاعي، والثالث قال: لا ده أنا لازم أعمل برج يضرب البرجين دولت، والرابع، وهكذا. في تطاول في البنيان والتباهي من أجل هذا البنيان، فده من علامات الساعة. صور، أظن الآن دول العالم العربي أظن جلها قد انتشرت فيها الأبراج والأشياء، ودي مش حرام طبعا، مش بقول إنها حرام، لكن بقول لو كانت على سبيل الفخر فهذا أمر آخر. طيب، رقم 22: خروج نار من أرض الحجاز. خد بالك، العلامة دي، ده علامة صغرى. العلامة دي ظهرت ظهرت امتى يا جماعة؟ سنة 654 هجري. احفظ معايا التاريخ ده. الحافظ ابن كثير بيقول لك بقى في كتاب النهاية في الفتن والملاحم، بيقول لك: ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرة شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. هو الحديث بيقول أصلا، حديث رواه البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، أن النبي من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. يبقى الناس قاعدة في بصرة ويشوفوا أعناق الإبل بضوء النار اللي هتطلع فين؟ في أرض الحجاز. فين بالضبط؟ بالتحديد في المدينة المنورة. سبحان الله.
خرجت النار ديت كما يعني كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، خرجت سنة 654 هجرية، وكانت نارا عظيمة ظهرت في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النار من كتر ما نار ضخمة جدا وعظيمة جدا، كان الناس في بصرة شايفين ضوء النار وألسنة النار وشايفين أعناق الإبل على ضوء النار دي. تخيل حضرتك قد إيه النار دي كانت شديدة جدا وعظيمة جدا. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم. العلامة رقم 23، خد بالك بقى العلامة دي مؤلمة شويتين، ذهاب أهل الخير والدين. الله الله المستعان. مش ملاحظين حاجة؟ لو قعدنا كده نتكلم مع أبائنا وأمهاتنا، الناس الطيبة اللي قاعدين قدامي دلوقتي، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، أنتوا البركة اللي باقية لنا في الدنيا دلوقتي، أبائنا وأمهاتنا الناس الكبار دولت ربنا يبارك فيكم. يعني أنا سبحان الله أي أخ ليا حبيبي ربنا يبارك فيه، أو أي حد بعرفه والله وعرف إن لي أم ست كبيرة كده طيبة، بعد فقدان أمي دايما أقول له خلي أمك تدعي لي، لأني فعلا ببقى سعيد جدا لما أشوف ست كبيرة بتدعي لي أو رجل كبير بيدعي لي. ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين ويحفظكم ويبارك لكم في أمهاتكم، ده كنز كبير جدا حافظوا عليه. إن لو تلاحظ حضرتك في الفترة الأخيرة تلاحظ إن الغالب من الناس اللي بتموت هم الطيبين، تحس ان الطيبين ربنا سبحانه وتعالى بيرحمهم بان هم يخرجوا من الدنيا بتاعتنا دي، لان الدنيا بتاعتنا بقت صعبه قوي، واظن متفقين على كده ومش عايزين بقى يعني ان يعني اوعى تقول بقى الشيخ بقى خلانا بقى كآبه، لان الموضوع مش موضوع كآبه، خلينا واضحين وسهلين ويعني وصراحه مع بعض. هل يا جماعه الخير الناس الافاضل اللي عندهم 50 سنه و60 سنه و70 سنه يا جماعه طيبين افاضل ربنا يبارك فيكم رب العالمين، الدنيا دلوقتي يا جماعه زي زمان؟ الدنيا دلوقتي زي الدنيا من 20-30 سنة؟ أنا مش عايز أقول من 50-60 سنة، من 20-30 سنة الدنيا كانت كده؟ أظن حصلت طفرة غريبة جدا في الفترة الأخيرة، الطفرة دي اتملت قسوة ودنيا قوي ويعني وجحود شديد جدا وإقبال على الدنيا بشكل غريب جدا ونسيان الأصول والثوابت والعيب واللي صح واللي ما يصحش. ناس كتيرة جدا يعني للأسف فقدت الحاجات الجميلة دي، أصبحنا كأننا عايشين، سامحوني يعني في اللفظ، كأننا عايشين في غابة. يعني ربنا ينجينا واياكم. فتحس ان الناس الطيبه فعلا عماله يقول لك الحمد لله انه مات، ده راجل طيب. يعني سبحان الله من ضمن الناس اللي دعيت لهم النهارده في مع الموتى واحد اسمه الاستاذ صلاح سميكا. انا كنت بخلص مصلحه ما في شهر عقاري، زوجته شغاله هناك، ست طيبه قوي، ست طيبه فعلا، طيبه بجد يعني، يعني تشوفها تحس ان دي فعلا يعني دي من الناس بتوع زمان قوي. يعني سبحان الله هي بتقول لي ادعي له يا شيخ محمود، والله ده كان انسان صالح وطيب. شفت تخيل لما زوجها تقول على زوجها انه كان انسان صالح وطيب فقلت لها عشان كده مات، يعني ده ربنا بيحبه ويرحمه. يعني لدرجه ان في ناس النهارده بتقول ايه، والله يا اخي اللي ربنا بيحبه ويرحمه يطلعه من الدنيا دي على خير. كنت اسمع زمان ام الله يرحمها رحمه واسعه رب العالمين، يا رب ارحمها يا رب، كانت تقول لي يعني وهي قاعده معايا كده، كانت تتكلم معايا يعني تقول يا رب يا ابني طلعنا منها على خير. فكنت اسمع اقول لها طب يعني ايه طلعنا منها على خير، ما احنا كده كده طالعين ان شاء الله، بس ايه على خير، ما ان شاء الله ما احنا بنصلي وكويسين. تقول لي يا حبيبي انت ما انتش واخد بالك، انت ما تعرفش يا ابني الدنيا ممكن يحصل فيها ايه، احنا بنطلب من ربنا ان ربنا يكرمنا وزي ما احنا كويسين كده نموت واحنا كويسين، يا رب يا ابني طلعنا منها على خير. فعلا حسن الخاتمه مطلب اي انسان مسلم طيب نفسه يموت على الخير. يقول صلى الله عليه وسلم حديث، والله حديث يوجع القلب، حديث رواه احمد بسند صحيح، ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه. شوف والله يا اخي سبحان الله حديث كده تحس ان قلبك بيقشعر لما تسمعه. بيقول ايه؟ لا تقوم الساعه حتى ياخذ الله شريطته من اهل الارض، هوضحها لك دلوقتي، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. النبي بيقول مش هتقوم الساعة لحد ما ربنا ياخد شريطته من أهل الأرض. إيه شريطته؟ أهل الخير والدين اللي هم حبايب ربنا، واضح المعنى؟ حبايب ربنا، ربنا مش هيسيبهم لحد ما تقوم الساعة، مش هيحصل. ليه؟ لأن الساعة كما قال النبي وكما عند مسلم لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولن تقوم الساعة وفي إنسان على وجه الأرض بيقول الله، كلمة الله لن تذكر في آخر الزمان. يا رب لا يدركنا هذا الزمان يا رب العالمين، قولوا آمين. ربنا يقبض أرواحنا يا رب قبل الزمن ده، إن احنا نعيش في زمن
يكون الكعبة اتهدمت والقرآن رفع والناس كلها كفر ورجع لعبادة الأوثان والأصنام، كما سترون من علامات الساعة بقى إنها ترجع عبادة الأصنام والأوثان حول الكعبة مرة أخرى سبحان الله. وبعدين يجي ذي السويقتين من الحبشة واخد بالك، ويوم هادم الحبشة هادم الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف إليه كأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها حجرا حجرا، بيقول كأني شايفه دلوقتي وهو بيهد الكعبة حجر حجر. إحنا نعيش في الزمن ده؟ لا طبعا، إحنا إن شاء الله نعيش في الزمن بتاع الحج والعمرة والعبادة والتراويح والصيام والقيام والعبادة وذكر ربنا ودروس العلم. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير والإيمان رب العالمين. فالنبي بيقول مش هتقوم الساعة إلا لما ربنا يقبض الناس الطيبين، حبايب ربنا يقبضهم ويخلي بقى عجاجة، عجاجة اللي هم من الأرازل اللي هم أسوأ ناس على وجه الأرض، هم دول اللي هيتسابوا عليهم تقوم الساعة. وزي ما قلنا العلامة دي ستكون عند كثرة المعاصي وعند عدم أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب العلامة رقم 24 أخوي وحبيبي وعايش بنجري بسرعة شوية، ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. الحقيقة هي العلامة دي ثلاث علامات، يعني تعتبر 24 و25 و26. ظهور ايه بقى؟ الفحش والتفاحش يا الله، وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. الفحش والتفاحش، الفحش هو ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. اظن الان واضح يا جماعة ان كان الاول الناس لو واحد ارتكب معصية، يعني كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه. كان زمان أيام الصحابة كان الواحد لما يعمل ذنب ولا صغير يا جماعة يحس أنه قاعد تحت جبل، الجبل ده هيقع فوق دماغي، هو حس أن الدنيا كلها اتقلبت فوق دماغه. والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطار به هكذا وهكذا مش فارقة معاه. يبقى هو عامل كبائر، يعني رزمة كبائر أو لبشة كبائر، ويقول لك الحمد لله بخير لسه راعين صلاة العشاء حالا والحمد لله والدنيا زي الفل وقلب ابيض ومفيش عايمة الحمد لله رب العالمين، واخد بالك، وطول ما انت قلبك لابسه وطيب زي الفل. هو مش واخد باله، وواحد تاني ما شاء الله عبادة وقيام وصيام ووا وخايف. يجي ابو بكر الصديق يقول يا ليتني شعر في صدر رجل مؤمن، والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. ويجي سيدنا عمر يقول لو نادى منادي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر. يا سلام، سبحان الله. يجي واحد من التابعين يقول والله لو يعني لو كان للذنوب رائحة ما استطعتم أن تجلسوا بجواري. ويجي واحد تاني يقول له واحد من التابعين يقول له يا منافق يقول له والله ما عرفني إلا أنت، اللهم استرني. واخد بالك، عندهم يعني عدم تزكير النفس، ويعني عندهم تواضع كده وعندهم ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. حدش فيهم بيزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فالنهاردة شاهد في موضوع ان كان زمان الناس بتخاف جدا جدا من موضوع المعاصي، وصلنا لمرحلة ان الناس اجرأت على المعاصي، وصلنا لمرحلة ان الناس اصبحت بتتباهى بالمعاصي. ولد قاعد مع الشاب زيه يقول انا امبارح بقى كنت في سهرة بقى، انما ايه بقى فاتك نص عمرك، كنت مع ديدي ولولو وكنا سهرانين مش عارف في صالة الديسكو فين، وطول الليل بقى كنا عاملين بنشرب خمر وبنعمل وبنسوي، وبيتفاخر ومبسوط جدا. وصلنا لمرحلة انه بيجهر بالمعاصي. عادي جدا انك تلاقي ولد خارج مع البنت بتاعته في الجامعة وحاطط ايده على كتفها، وعياذا بالله ممكن يصل امر الى ما فوق ذلك، وقدام الناس في الشارع، والناس يعني في الشارع يعني اللي بيبص كده وبيضحك، واللي بيبص يقول لك ربنا يهدي، واخد بالك. واصبح هذا المنكر يعني ايه اللي هو حصل الف الف للمنكر. عادي جدا جدا انك تلاقي مجموعه من الشباب واقفين، وده بيسب الدين ده، وده بيسب الدين ده، وده بيسب ده بامه، وده بيسب ده بابوه، وبعدين يقول لواحد ماشي يقول لك ربنا يهدي يا اخي والله سبحان الله. وبقت المعاصي بقت كتير قوي، من كتر ما كترت المعاصي والفنا رؤيه المعاصي اصبحت الف. تعودنا على ان في معاصي، وبقى الاصل هو ان يبقى في معاصي، ولما تلاقي حاجه فيها طاعه يبقى الناس مستغربه قوي. يعني لو ان احنا لقينا مثلا واحنا ماشيين في الشارع مثلا لقينا واحد واقف مع زميله وفاتحين المصحف وعاملين بيقراوا وبيصححوا البعض، فيقول لك ايه اللي بيعملوا ده يا عم، يا عم تقعد تقرا في المسجد ولا تقرا في بيتكم، واخد بالك. انما لو واحد واقف مع واحده وبيهزروا مع بعض، بل ان بعض البنات والشباب ممكن يبقوا واقفين في الشارع وبيهزروا وكفك وبيلعبوا صلح ولا صلح ده، واخد بالك، وكلام بذيء جدا بيقال عادي جدا ما فيش مشكله.
خد بالك يعني يوصل الامر، اقسم بالله ان مره ماشي في احد شوارع مكان راقي جدا جدا، واذا بي افاجئ بان في مقهى، المقهى ده على الشارع مباشره كده، ومعمول زي كده زي براندة كده بلكونه، وبنات جامعه قاعدين بيشيشوا. فانا ماشي مش واخد بالي، فالشاب اللي معايا بيقول لي الحاج محمود بنات وبتشيش في الشارع. فانا قدرا عنايه جت كده، ففوجئت بالبنت، عارف بتقول ايه؟ قلت لها اتفضل. يعني تخيل حضرتك ان مثلا يعني كان المتوقع ان بنت بتشيش، انا مش يعني عمرنا في حياتنا ما تخيل امهاتنا الافاضل اللي قاعدين قدامنا دول، ربنا يبارك فيهم واعمرهم. حد فيكم امهاتي، ربنا امي الفاضله، انت كنت متخيله ان ممكن تسمعي ان في بنت بتشيش في البيت مش في الشارع كمان؟ تقول لي يا ابني والله يا ابني عمرنا ما سمعنا الكلام ده ولا خطر على بالنا الكلام ده ابدا، واحده بتشيش؟ طب ازاي؟ طب عمرك يخطر على بالك بقى انها قاعده في الشارع ولابسه لبس فاضح وحاطه رجل على رجل وماسكه الشيشه وعماله بتشيش وبتبص اللي رايح واللي جاي، وبتقول واحد زي حالتي اتفضل كمان؟ مين يقول الكلام ده؟ فظهور الفحش والتفاحش بقى صعب قوي قوي. والحقيقه المصيبه في ايه؟ ان الفتن لما بتنزل بتاخد الصالح مع الطالح ان لم ينكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الفتنة لما بتنزل والعذاب لما بينزل ما بينزلش بس على الوحشين، لا بينزل على الوحشين والحلوين والكل يبعث على نياته. لكن في النهاية إن إحنا مجتمع واحد وسفينة واحدة، والسفينة ديت لو حد خرم فيها خرم صغير كده هنغرق كلنا. يبقى إحنا لما بنأمر بالمعروف يا جماعة وبننهى عن المنكر، ولكن بأسلوب جميل وبرحمة وبأسلوب بسيط كده وفي رقة وفي رحمة، يعني إحنا كده بننقذ مجتمعنا المسلم وبنخاف على بلاد المسلمين. يبقى إحنا كده بنحب بلدنا أكتر من اللي بيدعوا الوطنية وهم قائمين على المعاصي وبيدعوا الناس للمعاصي. لا، يبقى أنا النهاردة لما أدعو الناس للطاعة أفضل من فنان طالع عمال بينشر الفساد وبيقول نحن ندعو للوحدة الوطنية وبندعو للحفاظ على البلد. إذا كنت أنت بتدمر البلد يبقى كيف تدعو للحفاظ على البلد؟ لا، اللي زينا بقى هو اللي بيدعو للحفاظ على البلد، إحنا اللي بنحب بلدنا وبنحافظ عليها بجد، ولا أتهم أحدا، لكن بقول يا جماعة إن اللي بيحب بلده بجد يبقى عايز أهل بلده كلهم يحبوا ربنا، بيطيعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، بيحافظوا على بلدنا. أنا عايز أقول النهاردة ان احنا كدعاء والله الذي لا اله غيره، انا انتظر اشاره من اي مسؤول في مصر يامرني امر كده يقول لي عايزين الشباب بينزلوا ينظفوا شوارع مصر، اكون اول واحد انزل انظف معاهم. عايزين الشباب ينزلوا يعمروا مدينه كذا في مصر، ننزل بس مش هقدر اجي كل يوم، يعني مو يوم واحد وخلاص، يوم الافتتاح يعني. عايزين نعمر مصر، ننزل نعمر. عايزين نعمل اي خدمه مش لمصر وبس يا جماعه، لمصر وكل بلاد المسلمين، كل بلاد المسلمين دول حبايبنا وعلى راسنا يا جماعه. يعني شوفوا، سيبكم بقى من حته بقى النعرات ودي بلد كذا، الحدود دي ما جعلها الا الاستعمار. ويا فرحة اليهود فينا لما يطلعوا النهاردة ويحتفلوا في القناة العاشرة اليهودية بالواقعة التي حدثت ما بين مصر وما بين شقيقتها بلد الجزائر. سبحان الله، بصرف النظر قلة قليلة من الجزائر وعملوا اللي عملوه في السودان. طبعا اوعى حد يحمل السودان يا جماعه اي حاجه يا جماعه، السودان يعني بلد والله يعني من احب البلاد الى قلوبنا، بلد شقيقة بجد. وأهل السودان دول أنا بسميهم والله والله الذي لا إله غيره، ورأيت ذلك بعيني، بسمي أهل السودان دول أهل الوفاء، ناس أوفياء وطيبين وعملوا اللي قدروا عليه، إمكانياتهم كده، لكن هم كانوا ليس في نياتهم ان هم يسمحوا باي اعتداءات على اخواننا المصريين ولا اي حاجه. مصر فوق راسنا وفوق راس الجميع، والسودان فوق راسنا والجزائر فوق راسنا وكل بلاد المسلمين فوق راسنا، كلهم حبايبنا يا جماعه. لو حصل ان قله من اي بلد اعتدت على قله من بلدنا ومن اي بلد نغلطهم، ونطالب المسؤولين لازم يطلعوا يعتذروا ويردوا الحق لاهل بلدنا. لكن في نفس الوقت ده لا يدعونا يا جماعه الخير يا حبايب قلبي، لا يدعونا ان احنا يبقى في تفرقه وده يسب ده وده يسب ده ونصعد الموضوع. يا جماعة دي شغلانة ناس سياسيين، يطلع رئيس الدولة هنا ورئيس الدولة هنا ويتفاهموا مع بعض والأمور تتحل، يطلع وزير من هنا ووزير من هنا ويتتحل المشكلة. مش هطلع أنا بقى وانت ونقعد ده يسب وده يسب وده يشتم ويطلع على النت يسبوا بعض. يا فرحة اليهود فينا، ده اليهود طالعين على القناة العاشرة يا مسلمين، وانتبهوا، طالعين بيقولوا نريد المزيد من أهل مصر والجزائر. عايزين نشوف فضائح أكتر من كده، تخيلوا اليهود. وعلى فكرة أكاد أن أقسم بالله ان اللي حصل ده فعل من اليهود، يعني مكيده من اليهود. خد بالك، ما اليهود موجودين في كل بلد،
في ناس يهود موجودين في كل بلد، حتى في الجزائر وفي مصر وفي كل حتة في يهود مدسوسين وسطنا بيدبروا وبينخوروا عشان يخربوا الأمة وعشان ننسى قضية المسجد الأقصى. يقوم ملبسك في ماتش، خد بالك، ان المسجد الأقصى معين بيخربوا فيه، طب تنسى القضية دي ازاي؟ اشغلهم بقضية تانية، كورة وماتش وحصل. طب يعني اسأل سؤال، الجزائر فازت، هل الجزائر هتاخد كاس العالم؟ ما اعتقدش، واخد بالك، هتخش وهتجتهد، ربنا ينصرهم يا رب ويكرمهم، لكن هل تاخد كاس العالم؟ طبعا لا. طب لو مصر دخلت هل كانت هتاخد كاس العالم؟ برضو لا. هو كبرنا ايه يعني؟ بنخش تشريف كده في كاس العالم وبنوصل، كبرنا اول دور ال 16، واخد بال حضرتك، بنقول احنا مش فاضيين، سلام عليكم، وبنمشي. انما ان احنا نكمل ونوصل للدور النهائي، يعني ربنا يكرمه رب العالمين، وبنتمنى الخير والله لكل بلاد المسلمين في كل المجالات. لكن قصد اذا كنت انت اصلا عارف انك لا هتاخد كاس عالم ولا التنين هياخدوا كاس العالم، يبقى عشان ماتش وعشان كورة بلاد تتفرق ومسلمين يحصل ما بينهم عداوات و و و، يا جماعة الخير مدوا ايديكم لبعض وحبوا بعض، ومش الكورة اللي تفرقنا ولا الدنيا كلها والله تفرقنا. عايز اقول كلمة واحدة يا حبايبي في مصر وفي الجزائر وفي السودان وفي كل مكان، لو ان النبي الان ما بيننا وشاف الوضع ده، يا ترى هيرضى ولا مش هيرضى؟ يا ترى هيحزن ولا مش هيحزن؟ اكيد هيقول بقى هم دول المسلمين اللي انا تعبت علشان اوصل لهم الدين، 23 سنه عذاب وفرقه وطرد من بلدي وتعذيب وتسع مؤامرات تدبر بقتلي و و و، كل ده عشان خاطر تبقوا انتم مسلمين. وفي النهايه يحصل كده، الشيطان يأس أن نشرك بالله سبحانه وتعالى، لكنه يسعى للتحريش ما بيننا، أنه ده يضرب في ده وده يخبط في ده وده. وأنا لا يعني لا أقول هذا الرأي يعني إنكارا لأي رأي آخر، لكن أنا أرى يا جماعة أن الأمة محتاجة أنها تتوحد، يا جماعة يا مسلمين محتاجين نتوحد عشان نشوف قضية المسجد الأقصى، محتاجين نتوحد عشان نشوف الانتهاكات التي ترتكب في بلاد المسلمين، محتاجين ان احنا نتوحد عشان نعمر بلاد المسلمين مش نخرب بلاد المسلمين، محتاجين ان احنا نغرس شجرة في مصر وفي الجزائر وفي السودان وفي السعودية وفي الامارات وفي سوريا وفي كل بلاد العالم، محتاجين ان احنا ننمي بلاد المسلمين عشان نكيد اليهود، علشان نكيد اليهود اللي هم بيسعوا ليل ونهار لهدم بلاد المسلمين والأصول الدين الإسلامي. أخوي وحبيبي انتبه انتبه، ففي ضوء أحمر كبير جدا لازم ناخد بالنا حبايبي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم، يا الله حدث ولا حرج، حدث ولا حرج أخوي وحبيبي عن قطيعة رحم، شيء فوق الخيال. النهاردة بقى في قطيعة، بقى النهاردة بقى الشعار، اتغدى بأخوك قبل ما يتعشى بيك، مين يقول الكلام ده؟ سمعنا الكلمة دي اتقالت مرة في فيلم ومرة في تمثيلية ومرة في مسرحية، أصبحت قانون عند بعض الناس ان هو النهاردة انا ومن بعد الطوفان، ولو جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. مين رفع الشعارات القبيحة دي يا جماعة؟ ازاي لو جاني الطوفان احط ولدي تحت رجليا؟ لو جاني الطوفان هشيل ولدي فوق راسي وهشيل كل مسلم فوق راسي لو استطعت وانجو بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جماعة مش عايزين الشعارات الهدامة دي، عايزين نتذكر قول المولى عز وجل، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ دول هتعمل فيهم يا رب، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إيه عايز عقوبة أكتر من كده؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، ربنا يطول له عمره، فليصل رحمه. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا لازم نخشى من قطيعة الرحم. وسوء المجاورة من علامات الساعة الصغرى، تخيل سوء الجوار، يا سبحانك يا ربي، سوء الجوار حدث ولا حرج. تخيل حضرتك ان النهاردة يعني في ناس افاضل والله كتير، والناس الافاضل الكتير دولت مظلومين في وسط بعض الناس اللي هم ما فيش اخلاقيات. اذكر مره اني انا طبيعي بذاكر، بعض اذاكر لحد الفجر وبنام بعد الفجر بساعه، واصحاب للظهر بنصف ساعه، اصلي الظهر. في يوم لقيت جار قاعد حاطط مجموعه شباب كده في الشارع قدام البيت عنده، وصريخ وصوات وهيصه وهزار واغاني وعمالين يعني حاجه. فانا فتحت شباك قلت له السلام عليكم، فلقيته بيقول لي نعم، هو ما بيعرفنيش، لان خد بالك من حاجه، الناس اللي هي بعيده عن الدين ما تعرفش المشايخ، زي ما الناس اهل الدين ما يعرفوش المطربين والفنانين، كل واحد بيعرف الناس اللي بيحبها. فقال لي نعم،
يعني بقول له السلام عليكم، بيقول لي نعم. فانا قلت له بكل بساطه كده، قلت له ربنا يبارك في حضرتك يا رب، بس انا اظن كانت الساعه 2 بالليل، اظن ان الناس نايمه دلوقتي. فقال لي ايه؟ طب وانا مالي؟ قلت له انا اسف، العنوان غلط، السلام عليكم، وقفلت الشباك. اللي زي ده ما ينفعش تناقشه، هتكلمه في ايه؟ ده قاطع. يعني ده ايه؟ ده الارسال والاستقبال عنده ضايع، مفيش حاجه خالص. ده هتكلمه في دين؟ هو مفيش خالص. هتكلمه في اخلاق؟ مفيش اخلاق. بتقول له الناس نايمه، يقول لك وانا مالي؟ خد بالك؟ واقف عمال يصرخ في الشارع ويصوت ويهيص و وعادي جدا تلاقيه الصبحيه رامي لك القمامه بتاعته قدام باب بيتك، عادي مفيش مشكله، لا حرج. عادي جدا تلاقيه الغسيل بتاعه عمال بينقط على غسيلك، ولا مشكله خالص. اخلاقيات، اخلاقيات، محتاجين نفهم يعني ايه اخلاقيات. الناس الافاضل اتظلموا، اتظلموا في وسط الاشكال دي، اتظلموا بجد وعانوا. انا اعرف ناس ياما عزلت بسبب سوء الجوار. يقول لك جار طفشني، دب فوق دماغي، مش عارف ايه، ليل ونهار مزيكا على الاخر، مش عارف، ولاده بيرموا له القمامه والزباله عزك الله قدام باب الشقه، ولاده يضربوا ولاده، مفيش مراعاه لحق الجار. بقت ظاهره غريبه جدا يا جماعه، سوء الجوار، سوء الجوار. هي منتشره في بعض البلدان وقليله قوي في بعض البلدان الثانيه، خد بالك، لكن منتشره جدا في بلاد كتيره جدا سوء الجوار. ربنا يعافينا ويعافيكم من سوء الجوار. تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى، ولكن بعد فاصل قصير. خليك معايا، اوعى تروح هنا ولا هنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ربنا يبارك فيكم جميعا. الحقيقة جاتني بعض رسائل كده يعني في الفاصل، فأنا زي ما قلت والله الكل هدعي له والله بالاسم يا جماعة في الثلث الأخير من الليل إن شاء الله، خص كل واحد بدعوته إن شاء الله. لكن لفت نظري أخونا الدكتور محمد حكيم، ويقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو كتابة عنوان مطوية الحجاب لشيخنا الحبيب محمود المصري، وكل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير. زي ما قلنا يا جماعة، الكتيب اسمه ده وقف لله، اللي عايز يطبعه يطبعه ويوزعه، ربنا يجازيه كل خير إن شاء الله، يعلم في ميزان حسناتكم. اسمه أختاه وقفة مع النفس، موجود في مكتبات كتيرة جدا في الأزهر، لكن اللي عايز ياخده ويطبعه ويوزعه لا يتكسب فيه إن شاء الله، ربنا يكرمه. واللي عايز يتكسب يتكسب بعيد عننا، مفيش مشكلة. لكن انا بقول اللي عايز يطبعه هو وقف لله، عاملين وقف لله. وكذلك برضو الدرس، نفس الدرس موجود على شبكة اسلام، وان شاء الله هيكون موجود قريب على الموقع عندي برضو بنفس العنوان، اختاه وقفة مع النفس. ده حملوه وبعتوه على الايميلات اذا كان ينفع، او نزلوه في سيدات وادوه هدية كده لاخواتنا، ربنا يبارك فيكم. تعالوا نشوف العلامة رقم 25. طبعا العلامة اللي فاتت او الثلاث علامات اللي فاتت، ظهور الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. احنا بنوصي اخواننا وحبيبنا، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. يعني عايز اقول احنا داخلين على ايام جميلة يا جماعة، ايام مباركة بجد، كل سنة وانتم طيبين ورب تكونوا بالف خير يا رب العالمين. ويمكن طبعا ما نلتقيش غير بعد العيد، واذا كنا نلتقي ان شاء الله في العيد نعيد عليكم، لكن الدروس هتبقى بعد العيد. فاقصد حبايبي، ما تنسوش طبعا يوم عرفه، وما تنسوش الله يبارك فيكم صله الارحام. بالله عليكم، بستحلفكم بالله، اللي مقاطع اهله وحبايبه يصلهم في هذه الايام المباركه، عشان ربنا يكرمك ويبارك في عمرك. والله يبارك لك في رزقك، وهيبارك لك في اولادك، وهيبارك لك في عمرك، وهيكرمك اخر كرم وهيوسع عليك. بس خليك على صله بارحامك، ربنا يبارك فيكم. وخيرهم الذي يبدا السلام، هم غلطانين هم وحشين، مع انا مع مش مشكله، بس ربنا يكرمك، خليك انت احسن. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ربنا يكرمك. وسوء المجاورة، بالله عليكم محدش هيستفيد يا جماعة من عذاب الناس ومن أذية الناس، ربنا يكرمكم. الجار يراعي جاره يا جماعة، يعني بلاش جار يدب فوق جاره، يعلله الأغاني أو حتى القرآن يا جماعة، حتى لو علله القرآن على الآخر، ربما يكون الجار مريض بيذاكر عنده ظروف، يعني خلي الصوت على قد شقتك بالظبط، ربنا يكرمك. محتاج بتقول ما بعرفش أسمع غير الصوت العالي، يا سيدي هات هيدفون وحطه في ودنك وعلي زي ما أنت عايز بقى براحتك، اعمل اللي أنت عايزه. لكن أنا أقصد وطي الصوت عشان جيرانك، ربنا يبارك فيك. راعي جيرانك، راعي جيرانك في ان انت ما ترميش قمامه قدامهم، راعي جيرانك في ان انت ما تخليش الغسيل ينقط عليهم، راعي جيرانك في ان انت ما تاذيش حد، ما تسببش ايذاء لجارك لدرجه ان جارك يخرج من بيته ويعزل عشان خاطرك انت. ليه؟ ليه؟ يعني ربنا يكرمكم. سوء الجوار ده مصيبه كبيره، ربنا يحفظكم. هقول لكم حديث، والله الحديث مرعب، والله حديث عند احمد بسند صحيح، ان رجلا، ان اناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذكروا له امراه من النساء
كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وتقرأ في المصحف و وكانت تتصدق، غير أنها كانت تؤذي جيرانها. والله حديث مرعب، يعني بتعمل كل الخير ده، بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتعمل وبقيام ليل وقرأ القرآن وكل حاجة، بس عندها مشكلة واحدة، أنها كانت تؤذي جيرانها. فقال: لا خير فيها، هي في النار. يا خبر أبيض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب وراحت فين الصلاة والزكاة والصيام وكل ده؟ هي في النار. شفت ده؟ وده يوضح نص الحديث، وإن كان حديث ضعيف بقى، اللي هو الدين والمعاملة. بس فعلا معناه صحيح يا جماعة، فعلا الدين والمعاملة. المعاملة احنا محتاجين ان معاملاتنا واخلاقياتنا وسلوكياتنا تبقى تيبيكال كده، نسخة من اخلاق ومعاملات وسلوكيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نكمل الحديث. ثم ذكروا لهم امرأة كانت تؤدي المكتوبة، يعني كانت لا تصوم إلا شهر رمضان، وكانت لا تصلي إلا الصلاة الخمس، خد بالكم، وكانت تتصدق بحاجات بسيطة جدا جدا، غير أنها كانت تحب جيرانها أو تكرم جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. الله أكبر، يعني اللي كانت بتصوم كتير وبتصلي كتير وبتزكي كتير وبتعمل كل ده لأنها بتأذي جيرانها، خد بالك هي في النار. والتانية اللي بتعمل حاجات على الأد، يعني دوب بتقضي الفرائض فقط، خدوا بالكم، لكنها تحب جيرانها ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. ربنا يرزقنا إياكم حسن الجوار يا رب العالمين. طيب رقم 25 أخويا حبيبي وأختي الفاضلة، من علامات الساعة الصغرى انتشار الربا وأكل الحرام. ورد فيها حديثين. حديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا. يظهر ظهور، يبقى المسألة ما بقتش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، بقت حاجة ايه؟ مع ان الربا، شوف بقى المصيبة فين، الربا ده هو الذنب الوحيد او الكبيرة الوحيدة، هو كبيرة، هو الكبيرة الوحيدة اللي ربنا قال فيها: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اللي يفضل بقى في الربا ده يأذن بحرب من الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مين يقدر يحارب ربنا يا جماعة؟ مين يقدر يحارب ربنا؟ أهو بقى اللي بيتعامل في الربا ده، حتى إن بعضهم يعني سبحان الله، يعني يقول لك: أصل أنا سمعت فلان رجل من أعلام الدين بيقول لك إن عادي، يعني التعامل مع البنوك الربوية حلال، إيه المشكلة؟ سبحان الله. طب ربنا لم يضايق علينا. أسأل سؤال صغير، حضرتك رايح تاكل، فداخل لقيت مطعمين، أو بلاش مطعمين، لقيت 25 مطعم قدامك، منهم 20 مطعم كلهم بيعملوا أكل في منتهى السوء، يعني تخش تاكل تطلع من المطعم على المستشفى، وفي مطعمين أو ثلاثة أكلهم ما شاء الله ما شاء الله زي الفل، تخش تاكل وانت مطمن كده، أكل نظيف وجميل وهنيء ومريء وحاجة زي الفل. ثم انت تروح لعالم تقول له: هل يجوز ان انا اكل من المطعم السيء او المطاعم السيئه دي كلها واترك المطعم الطيب ده، ولا اكل من المطعم الطيب وخلاص؟ هل دي فتوى؟ يعني اذا كان النهارده في 500 بنك ربوي وفي 5 بنوك اسلاميه، فهل انا اروح اسال اقول: يا جماعه هل يجوز اتعامل مع البنوك الربوي؟ طب ما ربنا اوجد لك الاصل الطيب اهو، ربنا اوجد لك الحلال الطيب، بدل ما تروح تسال وتدوش دماغات العلماء ليل ونهار، احط في البنك ده ولا احط في البنك ده ولا البنك ده، ما قدامك الحمد لله بنوك طيبه اسلاميه، وان كان في بعض يعني بس اهو يعني الغالب عليها انها اسلاميه قدامك، اهي ما تتعامل معاها وتريح نفسك. ولما البنوك الثانيه تعرف ان الناس ما بتتعاملش معاها، تقول: طب والله ما احنا كمان نقلب اسلاميه، مش نعمل فرع اسلامي، خد بالك فرع اسلامي ما ينفعش، لا لازم يكون هو البنك نفسه اسلامي. واضح المعنى كده؟ لان في النهايه ابو اسلامي وابو غير اسلامي الاثنين بيقلبوا على بعض ايه؟ الفلوس في 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 صندوق واحد. لا، احنا عايزين بنك يكون اصله اسلامي. تمام كده؟ فالنبي بيقول: بين يدي الساعه يظهر الربا. طيب واكل الحرام؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث مرعب قوي قوي، رواه البخاري، بيقول: لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما اخذ المال، امن حلال أم من حرام. يا الله، نبي كأنه شايف الوضع الآن من وراء زجاج شفاف. نبي بيقول هيجي زمان على أمتي، نبي ما بيتكلمش على الأمم الثانية،
الأمة التانية دي خلاص يعني ليس بعد الكفر ذنب زي ما بيقول، واحد كافر فهتقول له اتق الله أنت بتتعامل في ربا، هو أصلا كافر. إنما النبي بيكلم المسلم، المسلم اللي أسلم زمامه لله سبحانه وتعالى، أسلم قلبا وقالبا لله سبحانه وتعالى. فبيقول إيه؟ يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، يعني مش فارقة معاه. تيجي تقول له ده حرام يقول لك يا عم سيبك، ما كل الناس بتاكل حرام. طبعا الكلام ده غلط، مين قال لك ان كل الناس تاكل حرام؟ في ناس شرفاء بجد، انا عارف انهم مش كتير بس موجودين، موجودين في ناس، انا رايت اناسا والله يؤتمنوا على العرض مش على المال. شوف قد ايه في ناس افاضل، في ناس افاضل وياما في الزوايا خبايا، ياما في ناس طيبه جدا وياما في ناس افاضل. هي المشكله ان في شر يعني ظاهر على السطح، شر شديد جدا ظاهر على السطح، وفي يعني اكل حرام ظاهر على السطح، وفي فواحش ظاهر على السطح، لكن لما تنزل تحت تلاقي في ناس ولاد اصول، في ناس افاضل، في ناس من اسر طيبه، وفي ناس لحد النهارده عارفه العيبه وعارفه الحلال من الحرام وعارفه الصح من الغلط وعارفه ان ده صح وده غلط، في ناس لسه متربيه وناس افاضل وناس محترمين. انا ما بقولش ان هم كتير، هم مش كتير وحلاوتهم ان هم مش كتير، تحس بطعمهم، تحس ان لما تلاقي انسان محترم تحس بفرحه ان انت لقيت انسان محترم. تعالوا نختم باخر علامه من العلامات اللي هنذكرها النهارده عشان اذا كنا نستقبل اتصالات كده خفيفه ربنا يبارك فيكم. والعلامه الاخيره دي الحقيقه علامه من العلامات اللي تدمي القلب، تدمي القلب بجد. يقول العلامه ايه؟ هي ارتفاع الاراذل والسفهاء واختلال الموازين. الله اذكر اني شفت دلوقتي حالا في ورقه من ورقات اللي وصلتني ان اخت بتقول يعني عايز بس اشوف الورقه، سبحان الله بتقول لي يعني بتقول هل يا شيخ هذا هو زمن المتبرجات وامثالي من المنتقبات هن قمامه المجتمع. طبعا حزين لهذه الرساله، يعني رساله مؤلمه ان اخت تقول هذا الكلام. لا يا اخت، يعني ليست المنتقبه من قمامه المجتمع بل هي من عليه القوم. الأخت سواء المنتقبة أو المختمرة، الأخت المحجبة عموما هي من علية القوم، دي إنسانة فاضلة، إنسانة حية. وإحنا ما بنسبش المتبرجات، لأن في المتبرجة دي إن شاء الله هيجي عليها وقت إن شاء الله برضه هتبقى أختك حبيبتك وهتبقى منتقبة وهتبقى مختمرة وهتبقى ملتزمة ويمكن تبقى أحسن مننا بفضل الله، فإحنا ما بنسبهاش، إن إحنا بندعي لها، إحنا بندعي لها إن ربنا يكرمها رب العالمين. العلامة رقم 26 ارتفاع الأراذل والسفهاء واختلال الموازين. حديثين أقسم بالله أكتر حديثين بيشرحوا قلب الإنسان، أكتر حديثين، واسمعوا معايا وأنتوا هتحسوا بالمعنى المؤلم ده، يعني معنى والله العظيم، والله الحديثين دول وصلوا بعض الناس إن هم تمنوا الموت في هذا الزمان. تخيل حضرتك إيه ده، كلام خطير جدا، كلام خطير فعلا. اسمع الحديث الأولاني رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. إيه لكع ابن لكع؟ لكع ابن لكع هو الإنسان اللي ما عندوش لا علم ولا عقل ولا فهم، اللي هو الإنسان السفيه. ويقال هذا عن الإنسان اللئيم، يعني إنسان اللي عنده دين، خد بالك لا دين ولا أخلاق ولا علم ولا فهم ولا عقل ولئيم كمان، هو ده أسعد إنسان بالدنيا في زمن الفتن. يا سبحانك يا ربي، يبقى ده أكتر واحد متقدر. ده محطوط فوق الراس، ده هم دولت اللي كسبين الجولة، ده هم دولت اللي عايشين، هم دولت اللي عايشين، سبحان الله. اسمع الحديث الثاني، حديث رواه أحمد بسند صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس، واسمع والله العظيم أكتر حديثين يشرحوا قلب إنسان شريف محترم نظيف وما أكثرهم بفضل الله. ياما في ناس محترمين وناس شرفاء أفاضل قلبهم بيتوجع للحديثين دول بالذات. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لا دين ولا علم ولا عقل ولا فهم ولا إيم. الحديث الثاني سيأتي على الناس سنوات خداعات. إيه اللي هيحصل فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يصدق فيها الكاذب. اسمع اسمع وحس كده بالمعنى، كذاب هو ده اللي بتصدق. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. خبر أبيض، حاسس المعنى ده معايا؟ حاسس المعنى ده؟ عايز أقول
عايز اقول للناس الطيبة، الناس المحترمة، الناس اللي قلبها بيتحرق من الغلط اللي شايفينه حواليهم، الناس اللي شايفين الكذابين محطوطين فوق الرؤوس، المنافقين الخونة هم دول اللي محطوطين فوق الرؤوس، والناس الأفاضل المحترمين الصادقين الأمناء بيتداسوا تحت الرجلين. بقول لهم ما تزعلوش، الزمن ده مش بتاعكم، لكن قدركم عند ربنا عالي قوي عالي قوي، انتوا غاليين عند ربنا. بس هو ده زمن الفتن اللي بتمحص فيه الأمة قبل ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام، اللي هم هنعيش في عهدهم بقى أجمل أيام العمر كله. يا رب بلغنا هذا الزمن يا رب العالمين، إن فعلا مش هو ده زمنكم. احنا على رأي واحد قابلته مرة بيقول لي يا شيخ محمود احنا عايشين في زمن البكاش هو اللي كسبان فيه، والكذاب هو اللي كسبان فيه، والمنافق هو اللي كسبان فيه، والخائن هو اللي كسبان فيه، والناس الطيبة محطوطة تحت الرجلين. قلت له مش زمنك، مش زمنك ولا زمن النضاف اللي زي حالتنا، مش زماننا. ربنا يكرمكم، واحنا سعداء بإيماننا بالله وسعداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعداء بأن ربنا بيكرمنا وبيأجرنا على ان احنا بنتحمل هذه الابتلاءات عشان يرفع قدرنا في الجنة. لكن مش زماننا، مش زماننا، دنيتنا وجنتنا وحياتنا كلها ان شاء الله، ان شاء الله مع النبي في الجنة ان شاء الله. ربنا يسعدنا ويسعد قلوبكم جميعا يا رب بلقيا النبي في الجنة. لكن شوف الحديثين عاملين ازاي. النبي بيقول ان في زمن الفتن، قبل ما نستقبل الصلاة عيد الحديثين بس بسرعة، ان لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا، اسعد واحد بالدنيا لكع ابن لكع، انسان ما عندوش علم ولا فهم ولا عقل ولا دين ولئيم، دوت بيعرف يلعب بثلاث ورقات، بيعرف ينافق ده، بيعرف يداهن ده، وبيعرف يمسح جخل ده، وبيعرف يكذب على ده، وبيعرف يستميل دوت، وبيعرف يكسب دوت. لكن الثاني المسكين اللي هو صفحة بيضة، الإنسان النقي النظيف بيتقال عليه إنه دمه تقيل ووحش. طيب معانا 10 دقايق ونتلقى اتصالاتكم ونلتقي إن شاء الله بعد كده على 9 الصبح إن شاء الله. أختي منى السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام أختي منى. عليكم السلام. أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ يا أهلا بيكي. عايزة أهني حضرتك وقناة الناس، بصراحة قناة رائعة وبتعرض برامج يعني الحمد لله. ربنا يبارك لكم ويجعلك ميزان حسناتك. آمين يا رب العالمين. عايزة أهني كمان على حملة الحجاب اللي حضرتك أعلنتها، يعني حملة رائعة والله، والناس مستجيبة ليها يعني، وأنا الحمد لله استجبت لحملة حضرتك. ربنا يكرمك وربنا زادني إيمان يعني. الله يخليك يا أختي منى ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك لحضرتك ويجعلك ميزان حسناتك. الله يبارك فيك يا أختي منى، ربنا يعزك يا رب العالمين، ربنا يحفظك ويسترك دنيا واخره ويثبتك ويثبت كل اخواتنا المسلمات يا رب العالمين. مين معانا يا استاذ حمدي؟ الاخ كريم سلام عليكم. شوف الاسماء الحلوه اختي بينا كريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده الاسماء متنقيه النهارده جميله يا اخي كريم، ربنا يكرمك. الله يخليك يا شيخنا، ربنا يكرمك يا رب. خلي بالك والله انا بحبك في الله. وانا بحبك يا استاذ كريم، ربنا يخليك. الله يخليك. انا كان ليا عندك سؤال بس يا ريت ما تغرنيش. لا اتفضل. انا بشتغل في شرم تمام، في فندق. نعم تمام. انا كنت سمعت عن يعني خطبه من الشيخ محمد حسان، بس يعني صوت بس، مش يعني مش صوت وصوره. نعم تمام. بيقول ان يحرم على اي واحد موظف يعني يعمل بفندق في السياحه تمام. نعم. بيقدم الشجاره بشيء مباشر او غير مباشر او نعم. الخمور. نعم. فانا بشتغل مشرف زراعه. نعم تمام، في الزراعه يعني. نعم ماشي. بس انا برضه لما سالت نفسي قلت هل الزراعه دي لله؟ نعم. يعني انا بقدم الزرع ده لله ولا للاجانب؟ ربنا يكرمك. فانا الحمد لله رب العالمين، انا ربنا كرمني. بس انا يعني انا عايزك بس تريح قلبي. انا عايز الصحه تاني اللي يرضي ربنا ايه بس. طيب ربنا يبارك فيك. طبعا انا موافق اخويا وحبيبي الشيخ حسان في هذه الفتوى، ولكن في تطبيق بقى الكلام ده عمل يا اخي كريم، عايز اقول لك ببساطه شديده جدا، ابحث عن عمل اخر، ومش هقول لك اترك العمل دلوقتي، ربما تكون انت في حاجه لهذا العمل الان، يعني ابحث ولكن في اسرع وقت، ربنا يبارك فيك. واول ما تلاقي عمل طيب ولو كان بمبلغ بسيط ربنا هيبارك لك على فكره، ربنا يكرمك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ابحث عن عمل وخليك زي ما انت كده، بس ابحث عن عمل، واول ما تلاقي عمل فر من هذا العمل، فرارك من المجزوم، ربنا يحفظك يا رب العالمين. مين معانا؟ الاخت زينب السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يحفظك اخت زينب، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. امين يا رب. شيخ محمود، انا الصراحه يعني الحمد لله انسانه ملتزمه واخاف الله، ربنا يكرمك. بس فيا وسواس للاسف الشديد دايما. نعم. ايوه معلش معايا؟ انا معاك اتفضلي. فيا وسواس دايما يشرك الشرك الاكبر وما بيحسسنيش.
نعم. ان هو اللي بيقول نعم. بيحسسني ان انا اللي بقوله, وللاسف اجي اقول لا الاقي نعم. نفسي استغفر الله العظيم ربنا يحفظك بس الى الله ورسوله نعم. للاسف الشديد والله يعني لساني الاقيه بيتلفظ كده بالاساءه. ربنا يحفظك. انت طبعا لا تقصد هذه الاشياء خالص والله نعم. وبلاقي لساني نعم. كده اقول لا ولا حاجه, الاقي نفسي اعوذ بالله برفض لفظي مش نعم. كويس نعم. بيبقى ايه يعني اذكر الله فيجي هو مثلا بيوسوسني اروح نعم. الاقي نفسي على طول مثلا بدل اقول لا الاقي نفسي بسيء. نعم. طيب عموما ربنا يبارك فيك. وعايز اقول لحضرتك يا ريت لاخواتي واخويا ان ربنا يهدي على ابويا كده, ربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب ويجعلهم برين كده بوالدك ان شاء الله. ربنا يحفظك يا اختي الفاضله. لما يحصل لك حاجه زي كده قولي امنت بالله واكثر من الاستغفار والاستعاذه من الشيطان. واحساس المؤمن بان هو قلبه بينفطر ان هو يقع في اي فكر معين يسوق اليه الشيطان, هذا صريح الايمان. صريح الايمان ان انا احس ان انا بعمل حاجه غلط وعايز ربنا يكرمني وينقذني منها. فربنا يكرمك يا رب, استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واكثر من الاستغفار, ودايما كده عليك بذكر الله سبحانه وتعالى. مين معانا يا استاذ حمدي؟ ام هشام من ليبيا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا وانت طيب ان شاء الله. وانت بالصحه والسلامه واهل ليبيا بخير. الله يبارك فيك يا شيخ. ادعي لي لهشام بالرحمه وادعي لي بالصبر. ربنا يرحمه ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عليك. ربنا يرحمه. وبالنسبه لهشام هو يشتاق لنا في عالم البرزخ, يعني يقول فين امي فين اخواتي يعني وكده. هو مات بفشل كلوي زي ما انت عارف وما بلغش الحلم. هل هو شهيد؟ الله يبارك فيك, طمني وصبرني. حاضر. وادعي لي بالصبر وادعي له بالرحمه. حاضر. هو صغير وكويس وكان بيصلي وكل حاجه. هو مات عنده كم سنه يا ام هشام؟ مات 17 سنه بس ما بلغش الحلم. نعم نعم. لانه طيب. كان طبعا البنيه عشان الكليه كان عنده فشل وكده فما بلغش يعني ما فيش زهرات ابدا عليه. ولكن هو كان صلى وحبوب وكل حاجه بس ومات بابره غلط. يعني هو اصلا مات بابره غلط. ربنا يكرمك. الله يرضى عليك. هو في عالم البرزخ يعني يسالنا ويحس بينا. في ناس بتقول لي هو يزوركم وبيضحك عليكم زمان وكده وكلام من ده وهو شهيد وما. الله يرضى عليك, طمني وصبرني وادعي لي بالصبر وادعي له بالرحمه. الله يبارك. حاضر ام هشام. عينيا حاضر. اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه, وان ربنا يربط على قلبك ام هشام ويربط على قلب كل ام يا رب فقدت اولادها او كل انسان فقد عزيز عليه. عايز اقول لك حاجه ام هشام, ربنا يكرمك ان شاء الله. احتسبيه عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ان شاء الله ان شاء الله ابشرك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما ابنه مات قال له اكنت تحب ان تمتع به عمرك كله ام انك لا تاتي يوم القيامه بابا من ابواب الجنه الثمانيه الا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل ينتظرون عند ابواب الجنه. قال هو لك؟ فقال احد الصحابه أله خاص ام لكلنا؟ قال بل لكلكم. فاسال الله ان ربنا يكرمك ويكون هشام بينتظرك عند ابواب الجنه الثمانيه ان شاء الله, ويشفع لك يوم القيامه. ولما ترضي ان شاء الله بهذا القضاء ان ربنا يامر الملائكه تبني لك بيت الحمد في الجنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان هو انت قلتي كان بيصلي وكان بيعرف ربنا وما شاء الله وكان انسان تقي ومات بحقنه كده. ان شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون شهيدا ان شاء الله. ان احنا ام هشام ما بنجزمش بالشهاده لحد الا بنص من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن في شواهد معينه بنقول نرجو ان شاء الله ونحسبه ان شاء الله من الشهداء ولا نزكي على الله احدا. يعني الشاهد في الموضوع ان ربنا يا رب يصبرك ويثبتك, ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هشام ان شاء الله الان بيمتع في الفردوس الاعلى. حتى انه بقى يحس بيكي وهو في عالم البرزخ, يعني طبعا خلاف بين اهل العلم. بعضهم قال اه بيحس وبعضهم قال بيشعر كمان بالزياره وبعضهم بيشعر بالدعاء. لكن يقينا ان شاء الله طبعا اكيد هو يعني ان شاء الله يعني بيبقى حاسس طبعا يعني بدعائكم ليه واستغفاركم ليه والخيرات اللي بتعملوها له والصدقات الجاريه. اظن الحد كلها يكون حاسس بيها وبيعرف والملك بيعرفه مين اللي بعت له الخير ده. فكترينه من الدعاء ومن الاستغفار ومن الصدقه الجاريه وربنا يحفظك يا رب العالمين. مين معاك؟ ناديه من اسوان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. بحبك في الله والله. ربنا يحبك ويسترك دنيا واخره يا رب. انا اتمنى منك بس ان انت تدعي لي. ربنا يثبتك يا اختي ناديه ويبارك فيكي. انا يبارك في اهل اسوان. ان شاء الله لحلبس النقاب بمشيئه الله تعالى. يا رب يبارك فيكي. هديتك للنبي. ان شاء الله. طيب ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. واحنا لسه بنذكر اخواتنا بقى مين اللي هيجدد البيعه مع رسول الله اللي نادي. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عايزين نجدد البيعه اخواتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وزي ما قلنا يعني على قد ما نقدر كده ان شاء الله الاخوات اللي اتحجبوا عايزهم يامنوا على الحجاب بتاعهم بانهم ما يدعوا غيرهم ان شاء الله للحجاب. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. مين معانا يا استاذ حمدي؟
الاخت سحر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يبارك. ربنا يعزك ويسترك. الله يخليك. بس يا شيخ محمود انا مش متعلمه. ربنا يكرمك. لكن بمسك المصحف على قد ما اقدر. نعم. امشي بيه بصوابعي كده. نعم. يعني معايا بنت واحده قالت لي اعملي كده. بتمشي صوابعك من غير قرايه يعني؟ اه. لا طب اقول لك حاجه احسن من كده. نعم. ما دمتي اخت سحر ما بتعرفيش تقري. ربنا يبارك فيكي، هاتي شرايط المصحف شرايط القران سواء سيدهايه او سواء كاسيت واقعدي شغليها واسمعي، هتاخدي بسماعك اجر القرايه بفضل الله سبحانه وتعالى. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، اللهم لك الحمد. اللي ما بيعرفش يقرا يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم، يجيب الكاسيت او يجيب الكمبيوتر او السيدات او غير ذلك ويشغل القران بس يقعد، يعني عند قراءه القران ايه نستمع وننصت كده، يقعد ويسمع. او حتى وانت بتشتغلي واشتغلي واعملي شغل المطبخ كل حاجه والقران شغال برضو كده وانت بتسمعي، بس ايه تنصتي الى القران وتاخدي اجر كل حرف بعشر حسنات مثل القارئ بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. مين معانا؟ استاذ حمدي. الاخت عزه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. بنحب حضرتك في الله والله. ربنا يحبكم ويستركم دنيا واخره يا رب. ربنا يخلي حضرتك، انا بقالي مده كنت محتاجه اكلم حضرتك. ربنا يكرمك يا رب. يعني انا مخنوقه جدا ومش عارفه اتكلم. اموريني تحت امرك يا استاذ. ربنا يخليك. انا يعني كنت بامن الناس امانه او اديتهم امانه وكده. نعم. للاسف الامانه دي لقيتها بين ايدين كل الناس. لقيتها ايه؟ بين ايدين كل الناس. يعني امنتي ناس امانه؟ يعني ادفتهم فلوس ولا ايه؟ مش فاهم. لا سر كبير في حياتي. سر معين. للاسف لقيته موجود. نعم. على لسان ناس كتير قوي. بيقولوا بينهم وبين بعض. ما هي السر اختي الفاضله، ما دام طلع منك لحد لا تامني عليه من انه ينتشر. يعني حتى ان بعضهم قال اذا كان صاحب السر لم يصبر على ان يكتم سره فكيف يصبر غيره؟ للاسف هم بيبقى احنا كلامنا بيبقى يعني او يعني الحمد لله ربنا بيوجهنا لمشايخ، ما هوش لاي حد يعني. ربنا يحفظكم يا رب. يعني هو المشايخ وبيبقى واثقين فيهم ثقه. نعم. كبيره ربنا جدا. ربنا يحفظكم يا رب. بيبقى نعم. هم بيبقى ربنا عندنا في السماء وهم عندنا. احنا والله الحمد لله بنحفظ سر كل الناس والله الحمد لله رب. انا اسفه ما اقصدش والله. نعم. انا ربنا انا, أنا مش بعرف اتكلم قوي يعني مش بليغه في الكلام وكده. نعم. لكن ده اثر في حياتي جامد. عمل لي شك في حياتي الشخصيه. نعم. بقى شككني في اهل بيتي. نعم. عمل فرقه ما بيني وما بين اهلي. نعم. عمل لي اضرار كثيره وكان سبب في انفصالي عن زوجي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حاسه ان حياتي كلها اتهدمت. نعم. لان كانت حياتي هي حياه زوجي، يعني او كنت عايشه حياته في حياتي انا. عندك اولاد منه اختي الفاضله؟ للاسف ما عنديش. نعم. ربنا يكرمك. يعني بطلب من حضرتك الدعوات ربنا يثبتك ويصبرك يا رب ويعوضك كل خير، وما تقوليش حياتك اتهدمت. حياه المسلمه ربنا يحفظك اختي الفاضله، حياه المسلمه ما بتتهدمش لا بطلاق ولا بانفصال ولا بموت حد ولا بحياه حد. حياه الانسان مربوطه بالله سبحانه وتعالى، بايمانه بالله وقربه من ربنا وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف الوقت خلص؟ عارف يا حمدي؟ طيب ماشي. فربنا يحفظك اختي عزه وهدعي لك والله ربنا يصبرك يا رب ويثبتك. الاخت منى. ويا جماعه حفظ الاسرار يا جماعه المسلمين، ربنا يبارك فيكم. اللي يؤتمن على سر يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم، ده سر يعني، دي امانه هنحاسب عليها قدام ربنا. ما نفشيش اسرار الناس، اهو افشاء سر واحد خرب بيت مسلمه، ربنا يبارك فيكم يا رب. الاخت منى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فيه؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. معلش يا شيخ، حضرتك كنت عايزاك تفيدني جدا في الموضوع اللي هساله لحضرتك. اتفضلي تحت امرك. انا اخت منتقبه. نعم. ومتقدم لي اخ. نعم. فكنت عايز اعرف بالظبط يعني ممكن يشوفني كام مره. نعم. وايه هي الملابس اللي ممكن البسها؟ هل يجوز ان انا البس قدامه ملابس ملونه؟ نعم. ولا ملابس بس تكون يعني اللي هو نعم. الاسود او نعم. كده؟ فمن فضلك يعني اشرح لي بالتفصيل بس. حاضر. بعد ما اقفل على طول. حاضر. انا جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي الفاضله منى في عجاله سريعه كده، بالنسبه للشاب اللي بيروح يتقدم لاي اخت مسلمه، كم مره ممكن يشوفها؟
يعني الحقيقة خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح في هذه المسألة أنه لو شافها مرة أو اثنين أو ثلاثة حتى يتأكد ويستوثق، ده جواز يا جماعة، ده مش عربية هيشتريها، لو حب يشوفها مرة أو اثنين أو ثلاثة، لو هي منتقبة طبعا بتبقى كاشفة الوجه والكفين وقاعدة قدام محرم في وجود محارمها وبيشوفها ويتكلم معها إن شاء الله ساعة ساعتين براحته ويسألها فيما يشاء، خد بالكم ما دام الكلام في وجود المحارم الحمد لله رب العالمين، يشوفها لحد ما في الاخر يقول خلاص انا هستخير ربنا، استخير ربنا ووافق خلاص، بعد كده لا يراها الا بعد العقد. حته ثانيه تلبس ايه بقى، يعني بعض العلماء قالوا تلبس اللبس بتاع الحجاب العادي تبقى كاشفه الوجه والكفين، ده راي بعض العلماء. بعضهم قال لا، طب ما ممكن تلبس لبس برضو يرغب هذا الزوج في هذه الاخت، يعني يرغب هذا الاخ في هذه الاخت، انه يعني ان هي تبقى لابسه لبس الى حد ما شكله جميل، كان تكون برضو ملابس يعني برضو مش هتكشف غير الوجه والكفين، لكن بس بدل ما تبقى لابسه اسود هتبقى لابسه مثلا ملون. فبعض العلماء قال الجائز، ايه المشكله، لان ده برضو بفضل الله يزداد من ترغيب هذا الشاب في هذه الفتاه الطيبة المباركة، يعني المسألة فيها ساعة بفضل الله، وربنا يرزقهم الأكل والإخلاص ويبارك في كل بنات المسلمين ويرزقهم بزوج الصالح. وسمحوني الوقت جري بنا بسرعة، بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بوصيكم بحملة مقاطعة التبرج، عايزين حجاب، عايزين مبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش يوم عرفة، دعاء للمسلمين والمسجد الأقصى، دعاء لكل الناس إن شاء الله، وتأليف القلوب، ربنا يحفظكم، بر الوالدين وصلة الأرحام، إن شاء الله نلقاكم بعد العيد. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.